السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معي في مطبخ الاحتراف مع نعيمه. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير في احسن الاحوال. اليوم جيت وجبت لكم فيديو جديد لشوسون معمرين تفاح، كيجيو رائعين. او العجينه ديالهم ماشي عجينه عاديه، العجل مرمل، وقلت بغيت نديرهم، علاش ما نبارطاجيش معكم هذه الفكره او لهاد لشوسون اللي انا كندير حلوين. المهم تبعوا معايا الطريقه والمقادير في نفس الوقت. نبداو على بركه الله. كنحتاج هنا 4 ديال التفاحات اللي قشرتهم، غسلتهم وقشرتهم وقطعتهم مكعبات صغار. بالنسبه للتفاح انا كيفاش غادي نعسلو، كنحتاج هنا 2 معالق كبار ديال السنيده، وكنحتاج معلقه ديال القرفه صغيره، وكنحتاج 2 معالق كبار ديال الزبده، واكيد شويه ديال الملح، وواحد الفاني. وبالنسبه للعجينه اللي غادي نعجن بها هاد لي شوسون، كنحتاج نص ربع ديال الزبده اللي هي 125 غرام، وكنحتاج واحد البيضه، كنحتاج واحد 2 معالقات صغار ديال السنيده تكون رقيقه اكيد، وكنحتاج ربعه ديال الفورس او الطحين الممتاز يعني من الماركه مزيانه، وواحد فانيا، واكيد الملح. اول حاجه غادي ناخذ واحد المقله اللي نوجد بعدا هاد التفاح يتعسل عاد نقدر نعجن. غادي ندير الزبده هي الاولى، ندير شويه ديال الملحه، وندير السنيده، ندير التفاح. اللي عنده التفاح يديرو، اللي عنده الاجاز او المنقاس يقدر يديرو. اي حاجه متوفره في الديسير هكا تقدر ديري حتى هو كيجي المذاق ديالو زوين، واللي عنده هكا بجوج يقدر يخلط كيجي زوين. الصراحه انا متوفر عندي غير التفاح هو اللي درت. انا غندير فوق البوطه، هانتوما كما شفتوا انا راه حركته. غادي نخليه حتى يتعسل او لا يهبط هذاك التفاح، ما يبقاش هكا واقف باش يجيني سهل في لي شوسو. غادي نمشي نعجن هذاك لي شوسو. غادي ناخذ واحد القصعه، غادي ندير الطحين في القصعه هو الاول. انا راه كنغربلو، غادي ندير 2 معالق سنيده كما قلت لكم. الا كنتو كتسمعوا بالعجل المرمل، هذا هو العجل المرمل. انا الصراحه كنت كنخاف منه وكان كيجيني صعيب، لان يعني كيتجمع ببيضه وحده، ولكن ماما اللي كانت كديرو الصراحه في الدار. واحد النهار خلاتني ماما انني ندير، قالت لي ديري هاد العجينه هادي، انا ما قاداش وانا درتها حتى الاخر. قالت لي العجل المرمل صراحه وجاني سهل، يعني ما تخافوا منه ما والو. غادي نزيد هاد الفاني، غادي نزيد شويه ديال الملحه، وغندير الزبده. الزبده ضروري تكون بحراره المطبخ. بالنسبه للزبده، الزبده اللي كتجي زوينه في هاد العجل المرمل الزبده الحيوانيه، يعني ماشي ديال الطاسه. ديال الطاسه كتكون كلها ماء، او مارغرين حتى هي كتكون كلها ماء، هذه اللي كتكون زوينه يعني، وما كتكونش. انا شخصيا ما كتعجبنيش وما كنديروهاش في الدار. غادي نجمع هاد بحال غنبسبس او لا، غادي نجمع هاد الزبده والطحين باش تجيني ساهله. ضروري تكون بحراره المطبخ يعني تجيك سهله هاد الزبده، ما تكونش قاصحه باش ما تصعبش عليكم. حاول ان هاد الطحين كله تولي فيه الزبده، يعني من شي يجيني كما قلت لكم ساهل. كاين اللي كيجمع هاد العجل المرمل غير بصفر بيضه، انا الصراحه كنخاف انه يبقى ليا. ومشكلة انه هاد العجين يعني من بعد صافي فاش كديري هاد الصفار البيضه اولا البيضه، ما يمكنش لك تعاودي تزيدي الزبده اولا ديري الماء،
مستحيل. خصك لابار ديال نيشان ما تكونيش فايته وما تكونيش مقلله باش كيجيك زوين. انتم شوفوا كيفاش ها انتم شتو. دابا غنزيد هاد البيض ونحاول اني نجمع بواحد السرعه كتجمع شتو. انتم شتو ها هي رد جمعات صافي. غادي نخليها غير بما كمل هذاك التفاح تعسل وغادي نعاود نرجع لكم وبرد. انتم كيما شفتوا من بعد ما تعسل خليته حتى يبرد باش ما يقطعش ليا العجينه. انا فاني ما درتوش قبل عاد غادي نديرو باش كتبقى ليا داك النسمه ديال الفاني زوينه. غادي نخلط العجينة غادي نطلقها نتوما. يعني ما كتجيش غليظة هاد. انا غنطبعها غير صغيره وانتم كتبقى على حلكم الاختيار. يعني على هاد القد اللي انا غندير اولا صغر كتبقى لكم الاختيار. انا غادي نطبع غير بهاد سميتو ديال البراد مزيان. انا راه درت لكم غير النص ديال المقدار ما درتش بزاف غير بغيت نبارطاجي معكم هاد الطريقه هادي ديالي وصافي. يعني نتوما على حسب الافراد اللي عندكم تقدروا تزيدوا باش يكفيكم. غنزيد نطبعها مزيان حيت ما مطبوعينش باش ما نتمحلش باللون. غنحيد هادي غادي نعاود العجينه. غير هو ما تجمعوهاش بحال العجينه ديال الخبز. هانتم حطوا غير وحده فوق وحده وتعاودوا تدلكوها. شوفوا كيفاش كنحطها هانتم. حتى هذه خطوه مزيانه يعني مفاده مزيانه باش ما تمحناش في العجينه حيت كي اللي كيجمعها الا تجمعات راه ما كتبقاش مزيان. صافي غادي نحطها جنب حتى هو. غادي ناخذ
التفاح اللي غسلت، ندير غير في الوسط، هانتوما شفتو حتى هاد التفاح اللي غسلت هو فواحد المذاق زوين وريحتو فنة، ريحتو غزالة الصراحة كتشهي. نحاول انني ما نعمرهمش، هانتوما من الشنار. هادي بديها مرتهم، خاص عاوتاني الحشوة ما تخرجش ليا باش ما تحلش هاد لي شوسون اولا هاد العجين المرمل ما يتحلش. صافي انا راه كملتهم، غادي ناخذ واحد اللاطه اللي غادي ندير فيها لازم غير شويه هاد الحشوه، ولا بد ان خاصها حتى تبرد، ونصحكم ديروها هي سخونه باش ما تقطعش لكم هاد العجين. انا ولا بد راني خديت واحد الفرشيطه غادي نضغط عليها من هكا شنو شوفي باش كتجي صافي. من بعد ما كملتهم عندي هنايا صفار ديال البيضه هانتو وشويه ديال الخل ندهن به هاد اللون ديال الصفر ديال البيضه كيعطي واحد اللون زوين في هاد الشوسون. والبيض ولا بد انكم ديروا ليه شويه ديال الخل باش ما كيبقاش زفر، اولا شويه ديال بالنسبه للبريوش اولا هذاك ديروا ليه شويه ديال نسكافي. ندهن مزيان باش ماشي بلاصه تكون وصلها البيض وبلاصه لا. صافي من بعد ما كملتو غادي ناخذ فرشيطه هادي بحال هكا نفلح زعما شتو هاكا كنزيد ندير هاكا منضغطش بزاف لانه العجينه رطبه يعني ماشي قاصحه باش انا نورك وما غاديش تشقق ليا، الا وركت بالجهد غادي تشقق. نهم عيني غير بشويه ونحاول اننا نفلحوهم وصافي.
هانتوما شفتو حيت فاش كيطيبو كيجي فيهم واحد المنظر زوين. وهذاك الرابع ديال الطحين اللي عطيتكم راه كتجي فيهم 2 4 6 8 10 12 14 تقريبا 15 حبه اللي كتجي فيهم. انا بغيت غير نحسب لكم باش تعرفوا العدد اللي كيجي فيهم باش ديروا قياس، يعني الا جاكم قليل تقدروا انكم تزيدوا في الطحين وفي الزبده. المهم غادي ندخلهم لدرجه غندخلهم الفرن درجه الحراره 160 وبما يطيبوا غنرجع لكم ان شاء الله. رجعت لكم من بعد ما طابوا كما شفتوا جاو اللون ديالهم الذهبي، وهاد الفرشه اللي قلت لكم انايا تجيو تضغطوا عليها شفتوا الشكل ديالها كي كيجي وكيجيو هشاشين. هانتوما شوفوا القوام ديالهم كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم. اللي اول مره يشوف القناه ما ينساش الضغط على الاشتراك وزر الجرس باش يوصلوا كاع الجديد، وكنتمنى ان الفيديو تبارطاجيوه مع اصحابكم والاصدقاء ديالكم والعائله ديالكم باش يطلع هذا الفيديو لاعلى مشاهده ولايك باش نقدر نزيدكم فيديوهات جدادين، ونتلاقى في فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم.